أنا الشيخ محمد العمر شيخ أبي العمور من محافظة حمص. فإحنا اليوم ندين هجمات تركية على المنطقة الآمنة واللي متوفر لنا الأمن والأمان بشكل كامل، ونتمنى من قوات الأمن التركي أنه يضع لقيادته حد حول هذا الموضوع التهديدات، وإحنا لا نريد نهائيا اي جذور او خلق فتنه بيننا وبين تركيا، واحنا مدين ايدينا للصلح، نصالح اي جهه شريفه وتريد السعو للاستقرار العربي السوري تحديدا. يعني طبعا الاجتياح احنا نعتبره ك شيوخ عشائر او وجهاء العشائر، الاجتياح هذا غلط ويؤثر زعزعه المنطقه بالكامل من حدود الاردن لحدود الغرب الى حدود الشرق، هذا غير تستقر الامور بهذا الموضوع نهائيا قطعا. يعني احنا ننكر اشياء، اننا نحن المجتمعين نعلن للراي العام العالمي بان التهديدات التركيه يطلقها رئيس تركيا اردوغان تصب في مصلحه احياء وكل من التنظيمات الفاشيه، وتنسف كل جهد يروي الى تحقيق سلام امن ومستقر في سوريا.